أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا توقعاتنا لهذا الأسبوع مثل ما أنا أعودكم أنه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف أنه أنا دائما بذكر في البداية أنه اسمع برجك واسمع طالعك في اشخاص بقول لك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما بتعرف طالعك في رابطين او ثلاثة موجودات في صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح اول اشي كيف تستخدم الموقع وفي موقع لاستخراج لا الطالع منه وبرضه في برضه للي ما بيعرف الساعة بالدقة أو ما بيعرف الوقت برضه في منزل رابط أنا بشرح لك صفات الطوالع بتشوف مين اللي أقرب لإلك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لأ ادمج التوقعات ما بين توقعاتك اللي أنا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع اللي هو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك هسا اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحاله اذا شفت الطالع هو اللي بنطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ الاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث اه رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا راح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة راح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي راح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بيكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11 سبعة لغاية مساء يوم الاثنين 13 سبعة بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس من نزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخذ مدى اللي مثلا اللي بيسمع توقعات يوم الجمعه يبقى معاه مسافه اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت. طبعا خلال الاسبوع هاد عندنا عطارد احنا بيتراجع يوم 12 الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عمليه التراجع. ولكن نحوسته بتظلها موجودة راح تظلها مستمرة لغاية يوم 15 الشهر يعني ثلاث أيام ما بعد إيقاف التراجع تبعه فمنقدر نحكي أنه يوم 15 الشهر بتنتهي الآثار السلبية لتراجع طارد بتصير الأجواء إيجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح أمور الزواج وأمور الارتباط عشان هيك بالفترة الماضية قلنا في الزهرة كان أنه ما تعملوا ما تتجارؤوا لأنه دائماً ممكن يكون في مخاطر كبيرة لأمور التجميل وخصوصاً الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحاله أساساً بمنع هاي الأمور مجرد يوم 15 الشهر خلاص بتصير الأجواء إيجابية بصير هاي الأشياء كلها بإمكانك أنت تعملها بأي يوم إذا بدك أنت يعني تأخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليوميه لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفه لإلك اللي هي الابراج مثلا انت برجك لنفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائيه او الابراج الترابيه معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميليه او اي عمليات صغرى. إذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف أنه الأبراج الهوائية والأبراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة أكثر وإذا كان من نفس عنصرك بكون أفضل يعني إذا كان الأسد لما يتواجد القمر في القوس أو يتواجد بالحمل معناته الأمور إيجابية بالنسبة لإلك أو عندك طيب عشان ما نطيل عليكم يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي في ناس قاعدة بتروج لها وبت... وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بقول لك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصايب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمش عارف ايش اول اشي هاي الزوايا مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة في زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 أربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21/4 أربعة... 21/4 أربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاويه التربيع اخطر من زاويه التقابل فعشان هيك بنقول لكم انه هاي الفتره صحيح فيها نوع من أنواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على إشي واحد بس اللي هو إحنا بنأخذ أهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لأنه نسبة النحوس ضعيفة الشمس منتحس صحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيد اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو اجينا بدنا نركز على باقي الزوايا زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج بنحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا بدنا نذكر الشمس وين موجوده بالنسبه لبيتك وراح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التاثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس والمشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التاثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيره اللي هي اساسا بكون عطارد بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني يعني امور لها علاقه بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهه او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا علي؟ لانه هاي تاثيراتها يعني اقصى حد لها خمس ايام. خمس ايام قبل الحلقه انتم شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انه هاي الها حرب. الان هم اخذوها على جانب ايش؟ اخذوها على جانب انه اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنه. ما حرب دروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بيحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصادقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسي وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول أو التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس أيام يعني بتستمر ما قبل بخمس أيام وبعد بخمس أيام يعني مدتها عشر أيام فقط لا غير فهاي ما أعتقد أنه هي حرب طويلة وحرب ضروس راح تكون في خلال عشر أيام وفي نفس اللحظة ما في أساسا إشي يظهر لأمور إلها علاقة بهاي الأمور ممكن يصير في تقلبات على المستوى المالي أو المستوى الاقتصادي أو ظهور بعض المشاكل الاقتصادية أو السياسية لا إلها علاقة لا بفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف إيش ولا هاي كل الأمور وصلت خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوعية لكل برج على حدة ونشوف إن شاء الله أنه بحاول قدر الإمكان أني أنا أركز على أساس أن أوصل لكم المعلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج الميزان طبعا أول إشي رح نحكي عنه أنه هو تواجد أول إشي الشمس وعطارد اللي موجودات في البيت العاشر لإلك يعني بيت السمعة فهذا شوي بيسبب لك نوع من أنواع الإرباكات أو نوع من أنواع التقلبات على مستوى بيت السمعة خلال الفترة هاي أو المخاوف أو الشكوك أو التقلبات بالمزاج أو علاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أهم شيء أنه بالفترة هاي مع الزاوية اللي راح تتشكل ما بين الشمس ومع بين بلوتو والمشتري وزحل فهذا الاشي شوي ممكن يسبب لك نوع من أنواع الخلافات إذا حاولت تفرض سلطتك على أحد الزملاء أو على أحد معارفك أو على أحد رؤسائك بالعمل حاول قدر الإمكان أنك تضبط نفسك قدر الإمكان من هاي النزعات بالفترة هاي أو تفرض رأيك أو تتحكم فيهم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة جدا من الزهرة بتدعمك فعلى مستوى الاتصالات البعيدة أو علاقاتك الخارجية أو أمور التعليم أو الدورات أو الدراسة أو أي أمور إلها علاقة بالبيت التاسع بتدعمك بشكل جيد إذا ما بتعرف إيش يعني البيت التاسع فيه بتلاقي حلقة موجودة على القناة بتشرح البيوت وتأثيراتها أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الجدي وهو بما انه الزوايا كلها للكواكب اللي موجوده بالجدي بلوتو والمشتري وزحل اللي بيتراجعوا كلهم فمعناته هنا بتصير الزاويه هاي بتحاول انك تفرض سلطتك على احد افراد العائله او تتحكم في قرار معين للبيت او للعيله تفرض رايك على احد افراد العائله هاي كليات الامور بتكون نتائجها سلبيه اذا ما مسكت حالك وسيطرت على حالك بشكل كبير لأنه هاي الأمور فيها نوع من انواع العناده والسيطره وهاي الامور بتحدث مشاكل كبيره اما بالنسبه للمريخ اللي موجود في البيت السابع فهو بيحدث مشاكل على مستوى امور لها علاقه بالشراكه اما انك انت بدك تفرض حالك او بدك تعرف اشياء او غيره او شك او سلطه أو يعني أشياء هيك بتدخل فيها نوع من أنواع الغيرة والشك والأمور هاي بتسيطر بشكل أكبر فحاول أنك أنت تحكمها أما بالنسبة لنبتون الموجود في البيت السادس فهو اللي بيخلق التوهمات وخصوصا التوهمات على مستوى العمل يعني أشخاص أنه أنت بتتوهم أنه زملائك بتعمروا عليك أو بضحكوا عليك أو بيستغلوك أو ويعني بيستدرجوك بيحملوك اعمال انت بغنى عنها بيحاولوا انه يعني يضغطوا في هذا المجال فهي وساوس بتتعزز وبرضه على مستوى الامور الصحيه وسواس الامور الصحيه بيظهر بالمرحله هاي الخوف والقلق والتوتر عليك او على احد الاحبه فعشان هيك برضه الفتره هاي بتطلب منك انه ما ترضخ لتوسو الوسوسه اللي بيحدثها نبتون. أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا من أورانوس فهو بيحدث أمور مفاجئة على المستوى المالي يا يعني إما أمور إيجابية بالكامل تدعمك على مستوى مالي أو ميراث أو دعم أو أمور إلها علاقة بالقروض والديون والمسائل البنكية أو بعمل العكس تماما مشاكل وخلافات وما بتقدر تنجز كل هاي الأمور أما بالنسبة لتوقعاتنا الأسبوعية بما أن القمر راح يتنقل في كثير من البيوت خلال الفترة هاي وتقريبا كلها مقابل لإلك يعني بمناطق المقابلة فعشان هيك شوي بدك تكون مركز معي لأنه الفترة هاي برضو فيها نوع من أنواع الصعوبة من يوم الخميس طبعا وحتى صباح يوم السبت القمر بيكون موجود في الحوت فعشان هيك بيبدأ العمل بالتراكم عندكم حاول إنجاز ما بوسعكم من, من عمل دون إهمال صحتكم يوم مناسب أو فترة مناسبة بتكون لا ممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط ممكن تحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت إنجاح عمل أو عملك باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة هاي الفترة ابدأ بالأولويات ممكن تبدأ عمل جديد من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالحمل مقابلك مباشرة هيك بالفترة هاي بتكون متقلبة على جانبين جانب بترغبوا في تدعيم شراكاتكم شراكات المال والعاطفة وبرضو بتكون الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن الجزء الثاني منها يجب تجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات وحاذر المواجهات الكلامية حاذر مخالفة التعليمات والقوانين أيضا من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالثور تم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحة قريب إلكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك ممكن تأخذ المبادرة باتجاه المذكور اللي هو أنه أنت تأمن حالك أو تدخر أو أشياء من هذا القبيل قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت ازعاج وعداوات اما من صباح يوم الخميس والجمعه والسبت اللي بيتقدم لامتحان او مقابله يجب ان يستعد بشكل جيد هاي فتره حافله بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج او من جهه غريبه حاول تسهيل امورك ممكن تهتم بثقافه مختلفه الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية أو لا منتدى معين لا نقاش بعض الأمور العلمية هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء